تبغى ازعجهم. ليه ما يمر الشهرين هاي على السلام ان شاء الله، من بعدها يكونوا مرتاحين البال، وهم مرتاحين الحين ما شاء الله. اليوم ما شاء الله عليك. مرحب السوع ليو حبيبي نسيب. مرحب مرحب السوع. وين سنو؟ تعال تعال يطلع، خلي يطلع سنو. ما شاء الله مسكر على أخوك، ما يبي يطلع من المكيف. شفتوا يا أخوان ليش أنا ما أصور هالأيام؟ شفتوا الأجواء كيف داخل عندهم باردة، ما يبون يطلعون برا. رقادة مستانسين داخل، ها الجو بارد عندكم. طبعا انا كل الحيوانات اللي عندي عندهم مكيفات، فعندهم الباب مفتوح، الخيار مفتوح لهم يتمون داخل ولا يطلعون برا يتجولون على راحتهم. فهالوقت ما يطلعون مستانسين. شوفوا الحين داخل ما يلهثون، عاديين جدا، لكن من يطلعون برا خلاص يتمون يلهثون من الحر. المكيف مفتوح لهم 24 ساعة، وهم الخيار بيدهم متى ما يبون يطلعون متى ما يبون يدخلون. فها على هذا الأساس أنا الفترة هاي اللي طافت كلها ما كنت أصور، أنا ما كنت أبغى أزعجهم. ليه ما يمر الشهرين هاي على السلام إن شاء الله، من بعدها يكونوا مرتاحين البال، وهم مرتاحين الحين ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بيبي حلوين بوي ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. وايد حيوانات في الحر تتعب وتضعف، لكن لله الحمد عندي انا ماشي امورهم طيبه. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. سنو ما شاء الله عليك يا سنو. يلا يلس يلس هنا يلس داون. بيسن مخالبه الحين، هاي الطريقه الحين يسن مخالبه فيها. شوف الشارع هاي كيف متيلفه، هني اكثر شيء يسن مخالبه. ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. طبعا وايدين يقولون ليش طبطب على اسد، ليش الطقطقه هذه وشو اللي يستفيد منه؟ هذه مثل تقول له شكرا جزاك الله خير، يستانس عليها الطبطبه هاي. ما شاء الله اليوم حر ما لهم بارد،